عليكم. النهاردة ان شاء الله هعمل حاجة بسيطة خالص خالص خالص. هعمل الجلاش الصوابع. انا عملت كده الجلاش كم مرة، ثلاث مرات، مرة جلاش بوكت ومرتين باللحمة. تمام. النهاردة هعمل بقى الصوابع بطريقة بسيطة جدا وسهلة قوي قوي قوي، ومش هيهدر معانا بإذن الله، وهيعجبكم طريقته، وبسيط وسهل وظريف. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ ونشوف هنعمل ايه. وطبعا بعمله من غير بيض زي ما قلتلكم، وعلى بركة الله نبدأ ونعمله ومن غير بيض. والناس اللي ما بتحبش البيض او اللبن نحط فيه لبن. الناس اللي ما بتحبش اللبن ممكن تحط بدل اللبن شوربة، عادي جدا مفيش اي مشكلة. اي شوربة عندك، شوربة لحمة، شوربة فراخ، شوربة مكعبات المرقة، المتاحة عندكم حطوه. بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف هنعمل ايه مع بعض. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا عندي ده نص كيلو لحمة مفرومة. طبعا انا عامله نص كيلو لان انا هعمل لفتين جلاش. تمام. وعندي سمنه اهي، دول حوالي 4-5 معالق كده مسيحاهم على البوتاجاز، وبصلايه كبيره قد كده اهو فرماها. وعندي كوبايه لبن. ممكن طبعا الناس اللي ما بتحبش لبن او عندها حساسيه قلبان او ما بتشربش اللبن تحط بدل اللبن شوربه. تمام. نقول الاول لحمه وسمنه وبصل ولبن، هنعمله طبعا من غير بيض. وعندي فلفل اسود وبهارات وشوية ملح. ده النوع اللي انا مستخدميه اهو. كيس ده بتلاتة جنيه. تمام. انا جايبة كيسين، هما كانوا عندي في الفريزر، فكيته اهو، سبته غير مفك خالص. اول حاجة نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونروح نجري نعصج اللحمة. ممكن طبعا نعمله بالفراخ او بالكبد والقوانص او بالجبنة او بالبسطرمة، في حاجات كتيرة جدا، والسوسيس والحاجات كتيرة جدا. نروح على البوتاجاز نعصج اللحمة. يلا نعصج اللحمة. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الطاسة فيها معلقتين سمنة بس، كفاية كده. اول ما يسخن على طول اروح حتى البصل، نشوح بقى فيه شوية. نشوح حاجة بسيطة خالص خاطر يكمل التشويح مع اللحمة. طبعا احنا بنعصج اللحمة مبنحمرش البصل، يبقى تتشوح حاجة بسيطة خالص. البصل دبل زي ما انا عايزه اهون ايه اهون. نروح حاطين اللحمه. بسم الله. تاخدش ميه، تاخدش قوطه، نقلبها نفكها من بعضها كده عشان ما تكتلش معانا. ونقعد بقى نقلب فيها تقليب مبرح، يا ضرب مبرح كده هون. شايفين ازاي؟ يبقى احنا كده مع بعض عملنا الجلاش اللي في الصينيه مرتين، وعملنا الجلاش البوكت ده يبقى الصوابع. ومره تانية ان شاء الله ابقى اعمل لكم اللي هو السمبوسك. هسيبها تفك مع نفسها شوية، وبرضو ايدي فيها علشان ما تقلحفش وتكشكش كده هو. تفك كلها زي ما انتوا شايفين كده. اديها دلوقتي رشة بهارات ورشة فلفل اسود. بسم الله. نديها كمان حبة حبهان مطحونين. ياه البهارات اهي اللي انا عملتها معاكم في الفيديو قبل كده. ما نكترش طبعا في البهارات زي ما قلت لكم، كتر البهارات بتضيع طعم الاكل، وخصوصا الفراخ او اللحمه. اهي حبه هنا اهو. ونديها بقى شوية ملح. بسم الله. نقلبها شوية على النار طبعا، كلها من غير مية. المية اللي في البصل مع المية اللي في اللحمة هي كلها حمرتها منها فيها، زي الشرابة بقصتك منه فيه كده. حتة حلوة قوي. في طبعا
طبعا الناس بقى بتديها لك عشان تنفش وتكتر، تكتر وتنفش. ايه هي لوبيا اهي، نقلبها شويه كمان طبعا عشان لسه ما استوتش. بصوا لسه ما استوتش طبعا، بالظبط 5 دقايق وهطفي عليها. نروح عشان خاطر نلف القلاش، القلاش واحد جارنا كان دايما يقول لي القلاش، معرفش ايه القلاش دي، الله يمسك بالخير اذا كنت عايش والله يرحمك اذا كنت ميت. تمام، سيبها بقى 5 دقايق وارجع لكم تكون ايه استوت. بس ايه استوت اللحمه اهي تمام كده. ده انا قست العرض بتاعه كبير على الصينيه، اضطر اقطع منه حته. بسم الله الرحمن الرحيم. وهخليهم عشان خاطر تمام كده. ناخد بقى ورقه ورقه، احنا نلف واحده واحده مش عشان خاطر ما يبقاش ايه تخين، ونحط في كل واحده حته ورقه من اللي احنا قطعناهم كده اهي. تمام كده، بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن طبعا نقطعها بالنص ونعمل الورقه على صباعين، بس انا هعملها بالطول بتاعها واحطها في الصينيه واقطعها كلها في الصينيه مع بعض. نفردها كده كويس قوي، بصوا شايفين كده اهو، نلف بسم الله. طبعا مش ندهن سمنه غير في الاخر، ناخد بالنا بقى من الورق عشان خاطر يبقى لازق في بعضه، ونلف بقى اهو بعضها. بصوا سهله ازاي اهي، ونشيلها زي ما هي في قلب الصينيه. نفك الورقه كمان، نمسك الواحده الاول كده ونفكها من اللي لازقين في بعضها اهي، ونحط بقى المقطع كده جواها. بسم الله، وادي اللحمه الحشوه بتاعتنا. ممكن طبعا نعمله خضار، هعمل معاكم كمان واحده عشان بعد كده ايه اقفلهم انا براحتي عشان ما اطولش عليكم. لازم طبعا نفكهم برضه عشان بيبقى مطرح مكان في الفريزر يبقى لازق. تمام كده اهو، حتى بصوا مقطعه اهي مفيش اي مشكله خالص منها المقطعه دي اهي. حط حته قلاش، افرد بس اللحمه كده اهو، طبعا الصباع ممكن يتقطع 3 ممكن 2 ممكن 4 على حسب ما انتوا بتحبوا القطع. فات كام ورقه من اللفتين، كام واحده كده وشويه مقطعين. فانا هعمل الصينيه الصغيره دي هعملها بالجبنه، صينيه عاديه خالص. طبعا عشان نعمل صينيه لازم طبعا نقيس حز الصينيه الاول. بسم الله الرحمن الرحيم، خد بالكوا الصوابع انا ما حطيتش سمنه في القعر، دول هنخليهم عشان خاطر نحط واحده في القعر وواحده في الوش، وبقيه الصينيه من جوه هتبقى الفتافيت دي كلها عشان حرام نلميها. وطبعا ده خرج من الفريزر حاجه دخلت انا هيتكسر، خساره يعني. حبه سمنه اهو، وادي اللي احنا قطعناها معاكم دلوقتي اهي. تمام كده، نحط بقى شويه من المقطع ده اهو، نرميه كده بشكل عشوائي بس ده ما نرميش في حته واحده عشان خاطر ما تبقاش عاليه من ناحيه ومن ناحيه تانيه هبطانه. حتى انا ممكن اعملها واشيلها في التلاجة واعملها يوم واشيلها في الفريزر كده، وابقى اسويها بكره ولا بعده مفيش اي مشكله. ممكن اسويها واشيلها في التلاجة في علبه بعد كده ابقى اسخنها لما نيجي ناكلها. تمام كده، رصيت حبه ورق، اروح مديها رشه سمنه كده، ده طبعا غير الصوابع اللي انا عملته، واروح رشه حبه ورق كمان كده اهو. طبعا الورق ده خفيف جدا ورقيق، بس ما بنضغط عليه بيلزق في بعضه بيبقى شويه صغيرين جدا في قلب الصينيه. انا هعملها بالجبنه والزيتون، وعندي روز بيف هحط فيه منه كمان
بس كفايه كده. دي الارضيه اللي هي الطبقه اللي تحت، دي حتت لحمه يا جماعه مش دبانه، ماشي اهي. اروح بقى احط اجهز بقى الجبنه عشان خاطر انا هحشيها جبنه، هحشي جبنه بيضه وزيتون وده تمام. هجهز بقى الجبنه، ده كان عندي في الفريزر دوت لما حسن بيجيب لنا حاجات من ديت للعشاء كل فتره، فلما ما رضاش ناكله بشوف الفريزر بحطه في الصواني، بشيله للبيتزا عشان خاطر دوت عمره قليل جدا، الحاجات دي عمرها قليل، بتحمد بسرعه في خساره. لو عندكم جبتوه يا جماعه ومش تاكلوه حطوه في الفريزر وبتطلعوه يفك ما بيجرالهوش اي حاجه. اجهز بقى حشوه الجبنه وارجع لكم تاني. جهزت الحشوه هي جبنه وحطيت في حبه البركه، بسم الله الرحمن الرحيم. افردها بقى، وبعد ما افردها اروح مقطعه الزيتون وبقيت الحاجه اللي انا عايزاها عليها. ممكن طبعا نحط فلفل اخضر او بسطرمه او اي حاجه احنا عايزينها تمام. افرد بقى الجبنه واحط واقطع الزيتون وحاجتي كلها وارجع لكم قبل ما احط الطبقه الثانيه عشان خاطر كده الفيديو هيبقى طويل قوي. بصي يا بنات اهي، ابتدي بقى اروح حاطه المقطع ده برضو. بسم الله. طبعا السمنه مع الحاجات دي كلها بتلزق في بعضها مع البيض مع اللبن. انا طبعا مش هحط بيض، لكن لو انتوا عايزين بيض او بتحبوا البيض حطوه. عايز يا جماعه اقول لكم ان في فرق بين الجلاش وبين اللقاق. ده الجلاش، اللقاق بقى بيبقى مدور اللي هو بيتعمل على النشاف. دوايت ده اللي انا هغطي بيه الوش تمام. بمعلقه بقى تروحي مدخله الطروف دي كلها كده، شايفين ازاي اهو. بعد ما ادخل الطريقه بروح مقطعاها، ادهن بس وشها حته سمنه. طبعا كده اهون غير ان نحط من كل طبقه وطبقه معلقه سمنه، كده احسن بكتير، تبقى خفيفه كده وحلوه. بس كفايه كده، على ما تشرب السمنه واقطعها اكون دهنت بقى بالسمنه، ده بيديها على طول كده. بسم الله كده 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 اللبن هيغطي كله والسمنه هتنزل تحت. كده كده ما دهنش الصينيه، الصينيه مش مدهونه عشان ما تسالونيش، بذمتكم مش السمنه كده اقل ان انا ندهن واحده واحده اهو. الصينيتين كلهم عملتهم بتعصيج اللحمه كله باربع معالق سمنه. شفتوا كده حلوه ازاي؟ اقطع التانية بقى ديك وادخلهم الفرن 10 دقايق بالظبط، وبعد 10 دقايق هطلعهم عشان خاطر احط لهم اللبن. لو حطيت اللبن عليهم دلوقتي يا جماعه بيعجنها من جوه متبقاش حلوه، لازم نديها فرصتها في الفرن كده ايه 10 دقائق، وبعد كده نبتدي نحط بقيه الحاجه بتاعتنا تمام كده. 10 دقايق بقى ايه وارجع لكم. هي كده جاهزه معانا خالص اهي تمام. 10 دقايق زي ما قلت لكم اهو تمام. اللبن اهو معهوش حاجه خالص، احط بس شويه ملح ورشه فلفل اسود. ادي فلفل وشويه ملح كمان اهو، روح مقلباهم. بسم الله. من غير بيض اهو، لبن بس. ممكن طبعا نحط شوربه، الناس اللي ما بتحبش لبن ممكن تحطي شوربه. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام كده، دول بتوع الصينية دي مربانة كده، وادخلها الفرن بقى. لو ادخله في الشبكة يا جماعة من شغال الفرن وصل على 180، هيقعد بالظبط كمان حوالي تلت ساعة يتحمر من تحت ومن فوق. لو الفرن عندك ما بيتحمرش من فوق شغل الشواية عليها اخر 5 دقايق. هعمل الصينية دي واحط لها شوية لبن برضه نفس ما حطيت هنا، وبعد كده احطها في الفرن وارجع لكم بعد ما يستوي. بص يا حبايبي انا هحطها على الرف اللي في النص على الشبكه اهو، استوى من تحت وقرب يتحمر من فوق. كل ده انا مش مشغله من فوق، بص فوق مطفي اهو، مش مشغله من فوق،
فهسيبه شويه كمان، لو لقيته اتحمر من على الوش تمام، لقيته ما اتحمرش هشغل فوق شويه. ايه يعني سويتها اهي، هحطها تبرد بس واشيلها في الثلاجه. ممكن طبعا تحط في الفريزر مفيش اي مشكله، بس لما تبرد بس تتحط السخنه وتاكلوها في اي يوم تاني، تسخنه الفرن وتحطها جوه الفرن تسخن على طول. تمام اهي، بصوا قطعتها بالشكل المدور ده كده، حطيت هنا غطا بطرمون والتاني هي الصبغ اللي عملناها سوا. بصوا حلوه ازاي، كل ده انا ما شغلتش الفرن، ما شغلتش الشوايه، انا شغلت الفرن بس من فوق. بصوا هنا دي انا قطعتها وحطيت غطا البطرمان ده كده ودوبت عليه، بس كده انا كده قطعت كده تمام، عشان لو حد حب يقطعها كده. بصوا ده كله انا ما شغلتش الفرن من تحت، مش شغلتش الفرن من فوق، شغاله من تحت بس. بصوا اتحمره من كل النواحي وطريه، هتلاقيها مقرمشه من بره وطريه من جوه. نفك واحده، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بصوا حلوه ازاي اهي، بصوا هتلاقيها هشه من بره ومستويه كده وطريه من جوه. بصوا اهي يا جماعه، ان شاء الله يا جماعه جربوا الطريقه دي، انا واثقه ومتاكده طبعا ان هو هيعجبكم، وما بيهدر ما بيهدرش، ولو هدر وطلع في ما بيهدرش الفرن، لان احنا بنلف الواحده بوحدتها. انا القالب عندي لو كان اكبر من ده كنت لفتها بطول الواحده، حتى الطروف خدتها حشيتها جواه. بصوا حلوه جدا جدا، بصوا كلها عامله ازاي. اي حشوه انتوا عايزينها اعملوها، جربوها يا جماعه بالطريقه دي ان شاء الله. المره الجايه هعمل لكم المسكر اللي هو بيبقى بالمكسرات، ومره لكم بالكاستر، ومره بالكريمه. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم، مستنيه تعليقاتكم.